هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. العكاد ترتيبات، اقول لكم شباب شنو يعني، ادري الشتاء هسه اتذكر وين كان بعد مطر ما كان اكو صعدين، يوم شوي نحرك الحبريات من الفرخات هم بدأ يطيرن، هذا مطارد مدى يطير خبرني. هاي 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 والله ايام ويلي كم مطر مطار. لكن الزبيري مدى يطير عندنا شباب، هاي الزبيري طارت، جولدن طارت، لاني بعد هنا هم ما طيرات والله. هذا طير، هذا الجديد، شوفوا هذا طيرت، هذا المصبغ، هذا اللي زمناه، شوفوا طار فرخات همين، هذا الزبيري فرخ طار جديد. شوف الجو شلون يقرا، هذا من جدة تحفر بلاد الحبريات. تعال عطيول، تعال، لان ما مطلع الفرخات كم فرخ طالعات. هذا الزبيري، هذا الزبيري من جدة. بي الحبريات تذكرون، هو هذا موعود انا وياه، سبحانك ربي. تذكرون كان اكو واحد بالحبريات ما يطير، نعزله دائما من نفتح الطيور تنهزم، نعزله هو وراح ويا الطيور، انا وليفن هو، بس هو كان ما يطير يعني ما اعرف شيء. وهسه سبحان الله من رجعوا لنا الطيور رجعوا وياهن، انت تركض وراي انت، ما ادري والله مو مجابوه والله. بس الاجواء عالميه. بس شباب للامانه همزين ما اشترينا فرخات بهاي الكم يوم والله، هاي المطره او المطر اللي صارت تقلب لك الاجواء قلب، الفرخات قبل تتمرض. شوف هسه احنا مطيرين، هذا جديد، هذا شوفوه، هذا جديد مطيرين، هذا هو مو جديد، هذا اللي زمته اني، بس قلت لكم جيحه حلو، هذا المصبوغ ازرق وانا كملت فوقه لون كلش خوش طير. هاي الجولدن طايره فوق تيادي، هم طايرات. نفتح الباب للفرخات، طبعا انا عازل الفرخات التيادي، عازلهن واحد، هذا الهندي. اصحى اصحى على زمانك، مو تتمرض، هو انت الوحيد اللي طلعت مختلف. هل نصعد نشوف وين هذا؟ هذا هذا الفرخ اللي لكم عليه كلش حلو، ياته هذا طير كلش حلو مميز والله، شايف جنح يخبل، هذا حط هاي طيرونا داير مدايرنا شباب، ايش عبالهم؟ عبالهم هاي طيور جديده، شوفوا عبالهم الطيور ذلي الحبريات جديدات. عمي هم زين جبناه والله العظيم، هم زين جبناه للحبريات. شفت الوضعيه عمي، ما نقدر نوقف طير، ما نقدر نوقف طير. هذا المطل اقول لكم عليه، هذا طبعا شوفوا عندنا تيديه من دنين ربع ذيل فوق ظلت بالسماء فاده، ان احنا عندنا اربعه هنا أنا جلدات قديمات، اربعه خمسه اربعه مقصوصات جنح وديل ايه ظلن فوق والله. هذا هاي الجولدن نزلت، يعني كم واحد طار منها، بس لا دي حلنا. هسه هاي وحده هنا أنا. يعني معقولة طافة طارين؟ أنا تبلش أشيل الحلال والله شباب، ما أدري إيش قد طارن، لأن هسه ما أشوف شي هنا أنا. بس وحدة بالحلة، وها اي بس وحدة، يعني المفروض ثلاثة طائرات. دا أشوف ذن اثنين هسه والله ما أدري. هذا الأشعل كل ما أفتحه يجي يم الأراف الركض،
يعوف التور يعوف الهاي يجي من الأراف الركض. خلينا نصعد فوق نشوف شنو شعدنا حاط فوق. هذني واحد اثنين وهذا اجى واحد ثلاثة ثلاثة هم بعد واحد هم بعد واحد شباب. لان هنا طيرتين الجولدنات وطيرتين وفحلي مالتن تيادي فحلي اللي جبناه من السيدية من ضمنهن. هسه طيرة جولدن موجودة هذا الفحل مال السيدية هذا الفحل الثاني هذا الفحل الثالث بعد الطيرة بعد الطيرة الجولدن الثانية اللي أول ما جبت الحباري زوجت فحل من الحبريات. خلي نصعد نشوف شكو ماكو فوق. خاف حط عندنا حط الزبيري فوق الزبيري حط فوق جوز حط شيء بعد والله حتى العمر ما فاتحه بعدهم الجو حوج. هي هاي شوفوا حساباتي صحيحة. هو سبحان الله هي زوجت هذا الفحل زوجت هذا الفحل هذا الفحل اللي أقول لكم ما يطير. لا والله مو هذا ذاك بي حلقة خضر لا مو هذا حتى الزبير لا يصير غبي. صايدين هاي هم مدري شنية بشوف الوقت اللي دلزمه الله ما ادري. هذا زبيري كوبي زبيري كوبي نطيل ياكل راح اطبه بالكومة صاحبنا هذا بروح علينا. ننزل جوا طبعا يمكن خبط ويا جيراننا يمكن والله ما ادري. احنا هذا الزبيري عندنا وعندنا بعد زبيريات بعد الارفل وين اجى. انا صراحه هسه بس متامل اشوف فرخات الزبيري على الجولدن ايش راح يطلع لنا ايش راح يكون اداهن. متامل بين خير لان هذا الزبيري فطير ذكي وخصوصا هو هذا الزبيري انتوا لاحظتوا بالفكات اول طير ما فد يوم ضاع ما فد يوم هاي. واحنا لزمناه فرخ طينه لزمناه فرخ طينه على المي وهاي الطيره الجولدن والله هم خوش طيره. تذكرون من ضاعت وورا يومين ثلاثه اجتي حطت خوش طيره. فشنو الانتاج اللي راح يطلع يعني اتوقع راح يطلع انتاج قوي. شوفوا شباب عندنا هسه طائرات ذني كم واحد انا راويكم والله ربع ربع جنح. هذا الجنح مال المطاعم شايفين هالقدوته هو هاي الجنح. شلون دي يطيران ذني عجيبه شغله والله. طبعا الذيل يعني له نسبه كبيره انه الطير يتحكم بطيرانه ويساعد على الطيران الذيل. هسه انا شايل ذيله كله وجنحك رايح منتهي شو ذا الطير وينه ما ارد ازرق عليه يروح. انا بذني اللي بقى ايش عندنا هسه احنا شباب هنا هنا عندنا تيادي بهذا البرج يعني عدا القديمات عندنا اربع ذني مقاصيص جنح وذيل والجولدن خمسه وهذا الطيره السادسه اللي التيد الاحمر يا تهالة نزاجه من طيارة سريعة طبقا ذن التعبانات اثنينات. هذا اللي اقول لكم عليه ضاعوا هذا واحد هذا شوي ذيلة طالع وهذا لا هذا هو ماكو لا جنح لا ذيه لا هاي كباية صاير. شوف ويطير يصعد يبند وينزل فد اداء كلش حلو. بارحة طبقت طبعا الولد صاحبنا ابو النجف رجع حاجة ذن الطيور رادهن قلت له بالعافية عليك. طبقت البارحة هاي الطبقة هم زوج الله هاي الطيرة سيت ولا على الفحل التشينة
صار هنا احنا طابقين. هنا عندنا اربع ازواج طابقين بالخانات، وهنا كم زوج طابقين بالبرج؟ اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني كل شيء على شيء طابق 10 زواج تيادية، 10 زواج طابق، لان الفرخات نعود نخرجهم، نم جوان فرخات هسه كلهم جوان فرخات. طبعا الشباب الارافل وصلنا مرحله، يعني البارحه شفت ولد بالتعليقات يقول احنا مظلومين جماعه الارفل وهالامور، مو مظلومين شباب والله، اخاف افتحهن واعوفهن هسه. لا والله هسه وصلنا مرحله وياهن شنو الطشار من هنا مال التور، شوفوا الطشار مو طبيعي من هنا مال التور، كل شويه جاتك 2-3 هسه قمت افتحهن واعوفهن بعد ما عليهن شيء شباب. تقابلي طلع عيني طبن امامنات هاي كل يوم افتحن للنص النايمات، يعني كم واحد الساعة البيض 1-2-3-4-5-6-7-9 طواير جوا، مدري 9 حلة نايمة على البيض، وهاي البقية هنا 26 طير باقيات. احنا جبنا بوقتها من الولد صاحبنا، جبنا يمكن 20 طيارة اتذكر، والله ما ادري اشيل له 18 ما اتذكر بالمضبوط. المهم فهو اتصور من الارافل الجديده ضايع بستك واحد، بستك واحد ضايع اللي هو من ذني اول ما جبتهن طفر اتصور، بس على الحساب صحيح لان احنا جبنا، اذا جبنا من الولد، اي جبنا 10 زواج من يم الولد صاحبنا، ها اي لا ضايع تك لان خالد انطانا تك طياره، المفروض عندنا 27 تك هسه عندنا 26 تك، يعني ضايع تك من يمنا صحيح. شوف اخوي ليش ما يفتح الزواج ما طول الشمس طلعت، يعني احنا صيف الشهر الخامس طبينا ونقول الشمس طلعت، يعني هاي هم نعمة. الفخاتي طلعي ما ادري افتح ليها ما افتح ليها والله ما ادري. عازل فرخات وياهن، معاكو فرخات وياهن؟ لا والله اكو كم فرخة بس يلا خلي نفتحن، انا معاكو زواجي شوية تونسو. شوف الله شنو هاي طير، هاي حلقتها غريبة، هاي حلقاتها غريبة، لا بيها برايكل لا بيها هاي، شنو ذني مخاليف، ذني مخاليف ذني مخاليف. شوفوا هنا مكلبات 1-2-3-4-5 يدين طبعا على الفرخات يمكن، بس هو عازل نسوي هنا. والله جو حلو يعني نقدر نطلعهن، حين الباب شوية هنا طبعا نزرقنا فرخ واحد بالجواهر طبعا عرض الزوج. والله تجيب لي الفرخ منتهي يقول ب 180 درجة يلا ما طول ما طلعت المخاليف راح اسد الباب، اعتذرني بجنة انه يطبل من الباب من البوابة. هاي الزواجة هذا الجو حلو بقى، شوف تونس الطير من يطير بجو حلو. ما اشيلكم الشمس طلعت شوية الا تحرق. بس تطلع الشمس ساعة زمان هي تنشف الاسطوح تنشف الابراج، هذا بقى هذا بالربع ديل هذا بروح تعال طلع.
تعال. هي 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 تعبان ولا خطيه هذا؟ هو اليوم بس ذاك اخوه ظاهر اقوى من هذا. حاط هذا ذاك اخوه يظل يطير اكثر تحت. ليه هسه ما دا اشوفه؟ يمكن هذا. لا والله مو هذا، ما هذا. اهم شيء بلا لقلق وضياع، ما بينا حل. هسه هذا هم مالتنا، هذا هم مالتنا بس مو المقصود. هذا لا مشطل ولا مهلس ولا هاي. ها الهيات هذا اللي فرح مع امك وابوك. هيات هذا شوفوا فاهم يعني خوش طير. يعني احنا اذا صار عندنا سباق سبع طيور نقدر نشارك سباق سبع طيور. يعني مني اربعه والله قويات يا بيه المستقبل. هذا تعرف فرخ هذاك هم والله بدا يفتح بس ما ارتاح له، ما طول جنحه سريع. شوف هذا بروح الدار. شوف هذا المطرف تيجي اذا ما يطير بصوره هادئه، يعني خلي يطير سريع بس وراء المفروض جنحه شويه يثقل يقوم يطير بصوره خفيفه ويصعد، مو يمشي يعبر يمنه ويسره. يقوم يصعد يروح للبند ويجي من البند. هذا تقول طير صار صح. هذا فرخ فوق على الجهب. هذا اقول لكم عليه خوش طير. يطلع نسة النايمات. اريد اشيل الحلال بس والله شباب شوية يعني يومين شوية مرة اذانة. هسه الحمد لله رجعت اللياقة. بس نشيل الحلال هسه كلها نشيل الحلال. حتى ذني الحبريات ما بقيه الحلال. من بقيه الحلال؟ هو صيب بعد لا حد يزق ولا هاي. نشيل الحلال كلها خليه تولي. شوفوا حاط هذا شباب اللي اقول لكم عليه المشطل جنحه ذيل. بقى هذا اللي جنحه كامل وابد ما شطلناه، هو ما ادري من جلد ما تعرف شنو موضوعه. هذا اللي يقول كنا زاج ذاك اللي فوق. هذا طبعا مالتنا القديم ما لنا علاقه به. هذا شوفوا هذا والله شباب. انت هسه هو طير جلد وقوي بس جنحه لحد هسه سريع. يعني هذا الطير ما جاهز 100% بس احتمال هذا الطير يطلع منه شيء. كل شيء توقعه احتمال هذا الطير يطلع منه شيء. يعني احتمال ما يضيع اليوم باكر يضيع او مباشر عقبه هيك. لا والله ما تعرف جوز يوقف ما تدري. واشوف ما تدري شلون مره طير يوقف مره طير يضيع. طبعا هناك احنا عازين تقريبا 20 الفرخه مال التيادي. انا ما ادري اطلعهم طبعا عازلهم صار كم يوم من باتن ونزلن قمت ما افتحهم. هذا ابوهن ومهن. هذا شوفوا هذا اول واحد بطل. انا ذني كم فرخه بس ما يعني تعرف طيور هيجي انسحقت على غفلة. يعني كان 30. شوف هذا مصيوب. هذا ابن السلارات اللي كنا نتأمل احنا نشوفه خوش طير لأمه خوش طير. هاي الطير الأمن اللي طفرت ورجعت. فرختين اثنين واحد انا شمرت انضرب وهذا الثاني هسه. بعدين احنا طيور لقحناها يعني ما تعرف. بس للأمانة يعني بصف خواته هواية ما بيش. مو فهي تصير هاي الأمور شباب.
بني قلت تخليه يكسر الجو ونبدا نفتحهم وحدهم، حتى فتحت اشكالهم كلهم، حتى بعد نبدا نطيرهم. لو نخلصهم يروحون، لو يوقف ما عندهم فد واحد اثنين نتونس عليه، ما عندنا غير حل. أنا أول ثالث شكله ما حتى بعد بالمستقبل هاي الفرخات مثلا إذا طلعت عندنا شوفوا هاي أدشرها بمكان أجد عندنا 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 فرخة تقريبا أدشرها بمكان أدشرها هنا أنا وخليت ولي هذا الفرخ هذا اللي أقول لكم عليه هو صار فعال كبير هذا حق جوز هذا بدق يتعدل هسه لين مدى يطير هواي يعني مثلا فشوف جنحه سريع من يقوم يصعد للبند يهدأ جنحه يترتب اكثر. يلا يعني شباب وصلنا نهاية المقطع، لا تنسون اشتركوا بالقناة لايكات تعليقات واشتركوا لنا شباب بالقناة الثانية مال المحمية اذا الله سهل حتى نبلش بيها بس تصعد القناة وان شاء الله خير شباب تحياتي لكم.